لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله يا جينا في حجة موسم 2022 وجينا الحمد لله عندنا اليوم 3-4 يوم عندنا من ترويزيام فول فول رقم 3 ومن المطار حنا انجمينا حسينا بيكون النظام فرق مع الحج الآخرين صحيح الحمد لله أنا كنت جيت في عمرة كتير وحج لكن لقينا يمكن متطورين هنا أن الزمن ده خلى الناس يكونوا عادين لقيت التشاتين ذاتها كيف في الديسيبلين يعني بالأدب نظمنا ومرقنا من جمعنا جينا في مطار هنا مدينة نزلنا لقينا النظام ما شاء الله فرق مع السنين الآخرين اللي كان شفنا الناس لاقونا وصفونا طريق كيف نجو وجينا لقينا باصات جاهزين وبالنظام ياتوكلو بباتش حقا دا لقيتا الحمد لله النظام سمي مرة وايد حنا حج 2022 خاصة وقت الجابونا سفر أكمباني بأنكادرما هنا العلماء بالتفسير ويعلمونا كيف نعمل الحج الفرائض هنانا السنة هنانا جينا نزلونا في الفندق والرواح هنانا عن بينة المطار مع الفندق كله أكل موفر يضونا معي أكمباني عنينا يعني بالأكل الدقاق دقاق في الباصات وحتى اللي جيت الحمد لله الباصات عنده حتى مستراح للتواليت لقينا في الباصات وجينا نزلونا الحمد لله بكل النظام النسوان ويدهم الرجال ويدهم والخرافة كمان الخرفة قريب من المسجد دعنا نشيفها أول مرة في مدينة وقت الجينة يعني بكان نزلونا تقريبا في جوه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيشان كده نقول صحيح وتطور وصحيح النظام خير انصاص يعني فيرجيتينو اكسبوننسيال يعني الناس خيرين ده بيجي لنا كبير مرة عايد زمان ننزل بيت من الحرم خمسة صلوات كله بكراك بس تمرك بس تخش الحمد لله ومن بعد اكمباني عنينا من مدينة جينا هنا في مكة الرحلة النظام كان بيس هنانا الأول عنينا قايدين فوق الناس الأول قايدين فوق بيباتش هنانا بنظام مش اللي جابونا في الميخات شلنا الحرم وياتو كله يعمل شوا هنا حج البدورة جينا سافرنا ولا طشانين ولا جانين وجابونا وصلنا في مكة جينا هنا كمان لقينا بطان أزيد من الأول ما شاء الله فندق كبير وجديد حتى سألت أقول له يمكن أول مرة ناس يسكنوا في هذا الفندق فندق جديد يعني شامبرات تمام يمكن إطوال حق 4 أو 5 ومنا كمان ما بعيد من الحرم كمان وعندنا أكل وشراب موفر فطور سيلف سيرفيس عندنا بوفيه عادي فجر وعشية الحمد لله نقول ده نعمة من الله وفرصة لي فيشان نشكر حكومة هنا تشاد من راسهم بريزيدان دي لا ريبوبليك محمد إدريس ديبيدنو حكومته والناس اللجنة النظمو ده ما الشيوخ القايدين معنا ما البروتوكولات القايدين معنا الناس الأمن القايدين معنا ده ما نقدر نكمل كلامي سان لي ريميرسي لازم نشكرهم والحمد لله نكون بعد يومين يوم 8 ذو الحج نمشو في حج الكبير نمشو من ميناء ظنوا يكون زيه وأزيد منه ونعمل فرائض هنانا ونرجو في البلد وشكر الآم
لكل الناس الخدمانة والشكر خاصة لأنتم الناس البريس كمان قاعدين معنا في شان توصف للناس نارم كان سوى الشغل عديل حدي لنا يتوري ليه. السلام عليكم. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.